السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. حلقة النهارده هي انبوكسنج لمايك بويا M1. انا مش جاي النهارده اتكلم عن مميزات وعيوب المايك والكلام ده، لان ولا حتى هعمل انبوكسنج، لان الكلام ده كله اتعمل مليون مرة، لكن عشان احنا مش زي بقية القنوات ومختلفين اعتقد. يعني المهم ان احنا النهارده هنعمل مقارنة بين المايك ده والمايك القديم اللي انا كنت بستخدمه. شفت الكرياتيفيتي؟ حلوة صح؟ المهم ان احنا نعمل مقارنة بين المايك الطويل جدا ده وبين المايك الاتنين متر ونص اللي انا كنت بستخدمه. فاول حاجة خلينا نشوف المايك القديم اللي انا كنت بستخدمه على التليفون الجديد بتاعي. هنعمل عنه حلقة تانية. خلينا بس نشوف المايك ده. تمام، نبص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طب حاليا طبعا انا ما بسجلش بمايك، تمام، في الوقت الحالي، لكن مركب بقى الميكروفون القديم. بسم الله يا رب بس ما يحصلش حاجه بالكاميرا. فنقول الكرسي ده معذبني. السلام عليكم، اهلا وسهلا. السلام عليكم. فبالتالي اعتقد ان الصوت حاليا كده في ممكن يكون في حاجات في الخلفيه وحشه، في حاجات كتير بايظه في الصوت ده، زائد ان هو مش طويل جدا زي المايك ده، والصوت كويس جدا، زائد ان انا حاليا هيبقى الصوت من غير اي لعب ومن غير اي حاجه، لان انا اصلا بعمل بالبريمير مونتاج، فمش عارف اصلا العب في الصوت، يعني كل مره ببوظ. يعني المهم ان الصوت هنا من غير اي لعب. فاديك سامع صوت حاليا، وممكن تسمع صوت الحلقه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، تلاقي ان الصوت وحش جدا او في الخلفيه اصوات غريبه. عشان كده انا جبت مايك بويا M1، جبته من studio.com، هتلاقي رابط شراء وسط الفيديو. فخلينا نشوف الصوت بتاعه عامل ازاي مقارنه بالمايك ده. ما بقولش المايك ده وحش، المايك ده ممتاز جدا، تمام، المايك ده ممتاز جدا، ولكن زي ما قلنا ان في اصوات في الخلفيه غريبه، والاصوات دي ممكن تشيلها ببرامج المونتاج، ممكن تشيلها بكل سهوله. حتى اول برنامج اللي كنت بشيل الاصوات دي، ممكن ترجع برده الفيديوهات القديمه اللي كنت بستخدم فيها المايك ده، وكنت بشيل الصور، بشيل الاصوات في الخلفيه دي، هتلاقي كتير جدا من الفيديوهات، وهتلاقي فيديوهات الصوت بتاعها جميل جدا من كامتازيا ستوديو، تمام. فانت ممكن تشيل الصوت في الخلفيه عادي جدا من المايك ده. فخلينا نشيل المايك ده ونركب مايك جديد ونشوف فرق الصوت. اتمنى اسمع رايك في صوت المايك ده اسفل الفيديو، واتمنى تكون ملاحظ الفرق، واتمنى تكون الجوده كويسه، واتمنى برضو ان انا اكون ركبته صح، لان انا مش واثق من الموضوع ده. اتمنى يكون الصوت المايك كويس، وانه يطور من محتوى القناه شويه، لان انا كنت بتعب جدا على فكره في موضوع ان المايك ده كان بيعلق، كان في بعض التعليقات كده بيعملها غريبه جدا، كانت فعلا صعبه جدا بالنسبه لي، كنت بضطر اعيد فيديو كامل بسبب حاجتين او ثلاثه في يوم المايك علق. فدي كانت حاجه صعبه جدا بالنسبه لي، كان لازم اجيب المايك ده، وده افضل مايك ممكن تشتريه في الدنيا كلها بالسعر الممتاز اللي كان داخل نازل بيه. كان نازل ب 300 جنيه تقريبا على studio.com، فانا لحقته وجبته على طول، وبعديها بيومين تقريبا الشخص كلمني وعلى طول جبت المايك. فممتاز جدا بصراحه، مايك ممتاز، وان شاء الله يكون عجبك. واتمنى برضو مره ثانيه انت تكون لاحظ فرق الصوت، عشان ده الحاجه الوحيده اللي هتفرق بالنسبه لك ان انت ممكن تشتري المايك ده او ما تشتريهوش. بس كده المايك ده اللي هنصور بيه بقيه الحلقات الجايه ان شاء الله، والمايك ده هنحطه في جنب. شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.